جاني فيرزاتشي هو في الواقع مصمم أزياء إيطالي الجنسية، غير أن شغفه بألمانيا يعود إلى زمن طويل، ومنها انطلقت شهرته إلى العالم أسره. عمل في مطلع حقبة تسعينيات القرن الماضي جاهداً على تحرير مفهوم الأزياء الرجالية، وذلك من خلال إطلاقه لموضة قمصانه الشهيرة ذات الألوان البراقة والصارخة، في الوقت الذي كانت فيه ألوان القمصان تجنح إلى السكون والهدوء. عمل في تصميم القمصان ذات الألوان الجريئة والتي عرفت بسلسلة قمصان ميامي فيرزاتشي. كان صديقاً مقرباً من الأميرة ديانا، وهناك ما يؤكد متانة هذه العلاقة، وهي الصورة التي تظهر حزن الأميرة وهي برفقة نجم الغناء البريطاني إلتون جون خلال حضورهما مناسبة إحياء ذكرى رحيل المصمم فيرزاتشي. ومن بين أجمل ما صممه للأميرة ديانا هذا الفستان الأحمر الذي يتصف تصميمه بالبساطة والجمال. لم يتمكن أي مصمم من محاكاة تنوع تصاميمه، فهو استطاع المرة تلو الأخرى النجاح في إدخال الدهشة على عالم الأزياء. ارتدت عارضة الأزياء ناومي كامبل هذا الفستان المصنوع من مادة الجلد. لا يخفى على أحد حقيقة تفضيل فيرزاتشي تصميمه لأزياء المشاهير والأغنياء، حيث كان صديقاً لعدد كبير منهم. ويذكر أن المغني البريطاني جوردون ماثيو توماس المعروف بستينغ كان صديقاً شخصياً لفيرزاتشي. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الوسط.ly.